والآن مشاهدينا مع أخبار الاقتصاد في نشرة التاسعة تستعرضها رغدة أبو ليلى. إليك رغدة. شكرا لكم ميرفت المليجي ودينا فكري. إلى أخبار المال والأعمال محليا وأيضا عالميا. أهلا بكم. أكدت وزارة البترول العمل على زيادة الاحتياطيات البترولية من خلال طرح المزايدات العالمية وتكثيف عمليات البحث والاستكشاف، بما ينعكس إيجابا على زيادة معدلات الإنتاج المحلي. وخلال ترأسه الجمعية العامة لشركة جنوب الوادي المصرية القابضة للبترول، أشار وزير البترول طارق الملا إلى أن هناك احتمالات بترولية جيدة في منطقة البحر الأحمر، حيث تم توقيع 3 اتفاقيات للبحث في تلك المنطقة مع كبريات الشركات العالمية. أكد وزير الدولة للإنتاج الحربي محمد صلاح أن مصر بذلت جهودا عديدة لجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وعقد شراكات مع مختلف الدول. جاء ذلك خلال استقباله السفير التشيكي بالقاهرة لبحث آليات تطوير التعاون المشترك بين الجانبين وتعزيز أوجه التعاون المشترك في مجالات التصنيع العسكري والمدني. وإلى سوق المال، حيث تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام التعاملات، حيث اتجهت تعاملات المستثمرين المصريين نحو الشراء، فيما مالت تعاملات العرب والأجانب نحو البيع، ليغلق رأس المال السوقي عند مستوى 687.3 مليار جنيه وسط تداولات بلغت نحو 34.7 مليار جنيه. على صعيد المؤشرات، فقد فتح مؤشر EGX 30 عند مستوى 9895 نقطة متراجعا بنسبة 68% ليغلق عند مستوى 9827 نقطة. كما فتح مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX 70 عند مستوى 2209 نقاط ليغلق مرتفعا بنسبة 51% ليغلق عند مستوى 2243 نقطة. فتح مؤشر EGX 100 عند مستوى 3140 نقطة ليصعد بنسبة 1.15% ليغلق عند مستوى 3176 نقطة. إلى أسواق العملات، حيث تباينت أسعار العملات أمام الجنيه المصري، ليسجل الدولار الأمريكي 19.44 جنيها للشراء و 19.55 جنيها للبيع. اليورو وصل إلى 18.74 18.86 الجنيه الاسترليني 20.97 22.10. الدرهم الإماراتي 25.32 أخيرا الريال السعودي 5.17 و25. في أسواق المعادن النفيسة، انخفضت أسعار الذهب لأدنى مستوى لها منذ 2.5 العام، متأثرة بارتفاع الدولار وعائدات سندات الخزانة الأمريكية. سجل المعدن الأصفر 1641 دولارا للأوقية. محليا، وصل عيار 18 إلى 969 جنيها للجرام. عيار 21 وصل إلى 1131 جنيها للجرام. عيار 24 وصل إلى 1292 جنيها للجرام. أخيرا، الجنيه الذهب وصل إلى 9048 جنيها. تراجعت تكلفة شحن البضائع من الصين إلى أدنى مستوى لها منذ أكثر من عامين وسط تراجع الطلب على البضائع الصينية على الرغم من اقتراب موسم الأعياد. تراجعت شحنات ميناء شنغهاي بنسبة 8.4% بأغسطس مع انخفاض عدد الحاويات بنسبة 3.4%. تشير التوقعات إلى أن قيمة الصادرات الصينية ستستمر في التباطؤ.
نهاية الأخبار الاقتصادية، عودة من جديد إلى ميرفت ودينا. شكرا لك رغدة.